حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام عن عروه انه سئل اتخدمني الحائض او تدنو مني المراه وهي جنب فقال عروه كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على احد في ذلك باس اخبرتني عائشه انها كانت ترجل تعني راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها راسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض